نروح على بيراميدز لانه مهم كمان بيراميدز، وهل تكون مباراه العوده امام الرجاء هي مباراه استعاده الثقه لنادي بيراميدز من جديد؟ بيراميدز فيه لعيبه كويسه قوي اكيد قوي، والرجاء فرقه جامده قوي. نعم قوي، يعني بنتكلم في مالونجو، سفيان رحيمي، محمود بن حليب، حتى عبد الاله الحفيظي لعيب كويس وحريف وبيقدر يدي ثرو باس ويوصل المهاجمين، عندهم فرقه كويسه. انا استغربت ان يعني انا بس عندي تحفظ في مدرب بيراميدز. مدرب بيراميدز يعني من زمان وانا بقولها، انا حاسس ان هو مش عارف امكانيات لعيبته. يعني ما ينفعش يكون ماتش عندك مباراه في مصر في لعيبه، انا ما اعرفش الحاله الداخليه ايه البيراميدز، لكن انت بتلعب مثلا ممكن رمضان صبحي، ابراهيم عادل، عبد الله السعيد، مين الفروي؟ هو لعيب ابراهيم عادل راس حرب كانت كارثه يعني، وعندك وادي على دكه البدلاء، وعندك جون انطول، انت عندك جون، عندك دودو الجباس، وعندك وادي، وعندك تراوري. تراوري على فكره بيلعب فيرود، يعني ممكن يلعب فيرود بس مش فيرود اساسي، لما يكون عندي وادي فيرود اساسي خلاص. جون انطوي انت جبت رولاند، رولاند ما شفتوش، انت جبت ناس. طيب انت فرقه يعني ازاي بقى انا مش عارف المهاجم بتاعك، يعني المهاجم فيه اللي هيريح الناس اللي تحتيه على فكره ساعات يا كابتن شوبير. يعني هدي حضرتك مثالين بطرق لعب مختلفه. وادي مثلا قوي جدا، فوادي ما بيلعب بيقدر يبقى محطه بيقف على الكوره، على فكره عنده سرعات قوي جدا. طبعا طبعا بيريح مين؟ بيريح مثلا لو لعب ابراهيم عادل وعبد الله ورمضان هيريحهم، ان هو قوي جدا، فبالتالي هيبقوا هم يقدروا يلعبوا ويبقوا بيتنفسوا. لكن انت بتلعب بالثلاثه قدام، انا هسند على مين؟ هتحرك فين؟ الموضوع بقى صعب. شايف انه هيغير هناك، هيلعب براس حربه صريح؟ لازم يلعب براس حربه صريح. لازم يلعب براس حربه، لازم راس حربه يكون جوه ال 18 اللي هو وادي. انت تفضل وادي خاصه انه خد 20 دقيقه في الماتش الاولاني. هو ما هو صور اقرب وادي اللي اقرب وادي مفيش يعني حتى تراوري بيلعب ساعات ديفندر، بيلعب وينج، لكن راس حربه لازم راس حربه، فبتهيألي وادي. جون انتوي بعيد، فبتهيألي وادي هو الاقرب. برضه سؤالي، هل تكون مباراه استعاده الثقه؟ ممكن طبعا، هم عندهم هم فرقه كويسه، فرقه كويسه واسامي كويسه، وعندهم لعيبه عندها خبرات. السنه اللي فاتت خسروا بسبب عدم الخبرات. لا هو خسر النهائي ظلما، ظلما عدوانا وتحكيما، والعصبيه يا كابتن شوبير. طبعا العصبيه كانت شديده جدا، واللعيبه كانت دخلت وما كانش عندهم خبرات. وده لكن عملوا اداء كويس، يوصلوا لل يعني ان بيراميدز توصل برضو للمرحله دي، هم عندهم لعيبه كويسه، فلا فرقه كويسه طبعا. المدرب انا بس يعني اروى برينا، انا عندي تحفظات عليه. مش ممكن يكون احسن مدرب، عمل السي في بتاعه جامد جدا في الامارات. لكن مش حاسه في الدوري المصري. يعني انا شايف ان هو لسه مش عارف. ودوري عن دوري بيختلف، ومسابقه عن مسابقه بتختلف، يعني افريقيا بتختلف. فانا متهيألي ان هو لسه مش عارف اللعيبه، يعني يا مش عارف اللعيبه يا لسه يعني مش عارف امكانيات اللعيبه، مفيش حد بيوصل له. انا مش عارف اجيبها، انا مش جوه عشان اقدر اشوف، لكن انا بقول لحضرتك المجمل، لا اللعيبه اسامي كويسه جدا، ممكن يطلع منهم احسن من كده لو في مدير فني مختلف. طيب.